هذا وأكد أبناء أحفاد المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن خليفة بن صقر الثاني تجديد الولاء والتأييد لعاهل البلاد المفدى، مشيرين إلى أن وقوف مختلف فئات الشعب خلف قيادة جلالة الملك المفدى أفشلت كل المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. واستنكرت عائلة أبناء وأحفاد محمد بن خليفة بن صقر الثاني ما بثته قناة الجزيرة القطرية من إساءات للبحرين عبر ترويجها للأكاذيب واستهدافها لتفتيت النسيج البحريني وضرب اللحمة الوطنية.